نيابة عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اليوم المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات تحت عنوان التحولات الجيوسياسية في الفضاء العالمي. وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره لاهتمام وتفاعل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة مع القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتقديم رؤى متكاملة وأطروحات علمية للتعامل مع التحديات المختلفة وبما يخدم أمن واستقرار دول المنطقة. لغة الإرهاب لم تجد يوما صعوبة في الاستدلال على طريق القاموس الدموي الذي استحل كل أرض اختلف عليها الهواء السياسي وتنوع، وبات ماؤها معكرا بأفكار جماعات متطرفة ما دون الدول. دول تناظر طبيعة تحولات جيوسياسية لاقت صداها في فضاء عالمي معلوماتي يحمل النعمة والنقمة، ويختلط بين جنباته ويلتبس الحابل بالنابل على مرأى من أعين الناظرين على اختلاف مصالحهم. والمؤتمر الخليجي الاستراتيجي هذا يأتي ليفصح أكثر عن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة والمتمثلة بسهولة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة التي تتخذ من الأدوات الرقمية كوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أدوات فاعلة لنشر مبادئها وأفكارها. كيف راح تكون علاقتنا المستقبلية مع جيراننا؟ هذا موضوع مهم. التحول فيما يتعلق بزيادة الإرهاب، هذا موضوع مهم أيضا سيتم التطرق إليه، إضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة وأمور كثيرة. هذه المؤتمرات مهمة جدا لتبادل الرأي. لا يقتصر فقط سياسيا. أبدا، سياسي واقتصادي في كل ناحية. جلسات المؤتمر التي تنوعت بمسمياتها واختلفت بمضامينها، سيتوسع المتحدثون عبرها إلى إماطة اللثام عن كمال الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة الأدوات السلبية التي يتبناها الفضاء الرقمي، خصوصا في ظل غياب الأمن والوعي المجتمعي داخل الدول التي أصاب جسدها الاضطراب. في صراعات تتعلق بالإرهاب، في صراعات تتعلق بجماعات ما دون دول، فإحنا ارتئينا أن نعقد هذا المؤتمر تحت هذا المسمى اليوم عشان نقوم بتحليل الوضع والاستفادة من المفكرين والخبراء والسياسيين لنخرج بتواصي تفيد أصحاب القرار. لو نظرنا إلى مواد هذا ومحاور هذا المؤتمر نجد أن هناك تركيز أيضا على قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب، الجماعات الفاعلة من غير الدول، هناك أيضا إلى جانب البرنامج النووي والاتفاق النووي مع إيران وتداعيات ذلك على المنطقة ومآلات العلاقات بين الدول، كذلك هناك أهمية الأمن الاستراتيجي. في ظل التطورات التي يشهدها الفضاء العالمي، كان من المهم المشاركة في المؤتمر للتعرف على الأفكار والرؤى الاستراتيجية والسياسية لدول المنطقة والعالم للتعامل مع التحديات التي نواجهها وأبرزها الجماعات المتطرفة. محاور المؤتمر الهامة ستتكفل بمناقشة العديد من القضايا التي تتمحور حول التنظيمات الإرهابية والحروب اللامتماثلة ونقطة جماعات ما دون الدول والأمن الوطني والإقليمي، فضلا عن موضوع القوة والفضاء الرقمي، ناهيك عن بناء قدرات الدول النامية لمكافحة الإرهاب المعاصر، وصولا إلى محور سباق التسلح في حروب الفضاء الرقمي وغيرها من المواضيع الهامة ذات الصلة. تقييم ذو أبعاد منطقية تعاين حجم التحولات الجيوسياسية التي سارعت إلى استغلال تضاريسها العديد من الأقطاب التي طفت إلى السطح بفكرها الهدام الذي لا يعترف بالآخر ولا يلقي بالا لحجم الأضرار التي قد يخلفها نهجها المعاكس. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.